واش عمرك عرفتي القصه تاع كيفاش تبنات الكعبه وشكون هو اول واحد بناها؟ لا، ماشي سيدنا ابراهيم وماشي سيدنا اسماعيل. والاكثر من هذا، شنو قصه الحجر الاسود اللي كان في الاصل هو واحد الحجر ابيض من اللبن وكان قطعه من الجنه؟ وعلاش ولا اسود وشكون سرقه لمده 22 سنه؟ قصه ليلى دينيه بامتياز واللي كلها معلومات. كنوعدكم اني ما غاديش نخليكم تخرجوا من هذا الفيديو ديال اليوم الا وفي قاموس ارواحكم وعقلكم شيء جميل. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. سؤال حلقتنا الماضيه كان هو: ما هو الطائر الذي تكلم كما ورد في القران الكريم؟ كلكم قلتوا طائر الهدهد، برافو عليكم. اما سؤال حلقتنا الليله هو: شنو كانت الخدمه تاع سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام قبل البعثه ديالو؟ ما تنسوش انكم تخليوا لي الاجوبه ديالكم لتحت في التعليق، غادي نقراها كلها. قبل ما ندير هذه الحلقه تيقوني اذا قلت لكم بلي انه كاع هادشي اللي غادي نشارككم الليله اول مره كنعرفوا. اييه، تقدر تجيكم غريبه ولا تضحكوا عليا. اكثر من هذا، الحجر الاسود عمرني ما عرفت الدور ديالو الى ان عرفت انني كنحضر هذه الحلقه. فاذا كنت جديد على القناه مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار الدار دارك. ما تنساش انك تفعل جرس القناه لتحت باش تكون من الاوائل اللي كيتوصلوا بالفيديوهات ديالي كيف كيتحطوا. خليني ما نتعطلش عليكم ونقول لكم لنبدا. خليني نبدا لكم من البدايه ديال البدايات. مولانا لما خلق سيدنا ادم في الجنه اللي ماشي جنه الخلد، قالت ليه الملائكه قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذا كان خطأ من الملائكة. مولانا قال لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. ومن بعد قال لهم: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض؟ الملائكة بدأوا كيطوفوا حول عرش الله نادمين على شنو قالوا، حتى وسعتهم رحمة الله وغادي يقبل منهم التوبة ديالهم وأمرهم باش أنهم يبنيوا في السماء السابعة بيت ويطوفوا عليه كيف ما كانوا تيطوفوا حول العرش. فبنوا في السماء السابعة ما يسمى بالبيت المعمور اللي تكلمت لكم عليه ماشي مرة ماشي زوج، وتسمى بهذا الاسم حيتاش كيدخل ليه كل نهار 70,000 من الملائكة اللي كيعبدوا الله فيه، ومن بعد تخرجوا وما كيرجعوا إلا يوم القيامة. تخيلوا عدد خيالي يا سبحان الله. فتحت البيت المعمور مباشرة غادي تحط الملائكة قواعد البيت الحرام. أيه، الأسس والقواعد كبناء أول للكعبة في الأرض حطات الملائكة. غادي ينزل سيدنا آدم للأرض وبدا كيعيش فيها، والملائكة غادي ترشدوا لمكان البيت وقالت ليه: لله ها هنا بيتا ارفعه. فبنى سيدنا آدم. من بعد عاش سيدنا آدم فوق من 1000 سنة، ومن بعد ما مات كان ولده شيت اللي هو ابن آدم واللي معناه هبة الله. رزق به مولانا من بعد حادثة قابيل وهابيل، وكان نبي له حكيم وعظيم اللي بنى البيت وعظمه. داز الوقت والزمان غادي تهدم البيت وغبر الآثار ديالو، ما بقى حتى حد عارف أنه هنا كان بيت ديال مولانا. احتاج سيدنا إبراهيم اللي كان تعرف بلي أنه في هاد البلاصة كان بيت. فسيدنا إبراهيم لما جاء بسيدتنا هاجر والابن ديالو إسماعيل غادي يحطهم في هاد المكان ويبعد عليهم شوية، وقف من مورا الجبل ورفع يديه للسماء وقال: ربنا إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرام. وديك الساعة مازال ما كانش بناه، حيت سيدنا إبراهيم لما بنى البيت بناه مع سيدنا إسماعيل اللي كان شاب، ولكن فاش دار هاد الدعاء كان سيدنا إسماعيل باقي مازال رضيع. سيدنا إبراهيم كان عارف بلي أنه في هاد البلاصة كان بيت الله. المهم، مع مرور الزمان كبر سيدنا إسماعيل وتعرض لحادثة الذبح، هي اللي فاش نجاه مولانا وتزوج وجاه أمر من الله باش أنه باش هما بزوج يبنيو بيت. جا سيدنا إبراهيم وقال سيدنا إسماعيل أنه مولانا أمرني بأمر. قال لي سيدنا إسماعيل: نفذ أمر ربك. قال لي سيدنا إبراهيم: أتطيعني؟ قال لي: أطيعك. وتعينني؟ قال لي: أعينك. قال لي: إن هنا لله بيتا أمرني الله باش نبنيه. قال لي: دير ما تؤمر وأنا معك. مولانا قال على سيدنا إبراهيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وبوأنا معناها حددنا، وهذا معناه أنه قبل هذا الوقت المكان ديال البيت كان اختفى وما كان تعرف حتى شي حد. وحتى لما أسكن سيدتنا هاجر وسيدنا إسماعيل في هذا المكان ما كانش زمزم، من بعد غادي يطلع مع سيدتنا هاجر. المهم، سيدنا إبراهيم قال لسيدنا إسماعيل: هنا كاين بيت الله غادي نبنيه أنا وياك. بدا سيدنا إبراهيم كيبني وسيدنا إسماعيل كيجيب الحجارة من الجبل، وكانوا كيقدوها وكيوجدوها. لما ارتفع البني بداو كيجيبوا حجر واحد آخر وكيحطوا رجل من كل زوج جهات، وهذا الحجر الكبير اللي هو دابا سميتو مقام إبراهيم. أما بالنسبة للكعبة سميتها الكعبة لأنها مكعبة
وحيتاش عالية الكعب، المنزلة ديالها عالية، فلا يحرمنا من الزيارة ديالها ولا حتى النظر إليها حقيقة. سبحان الله، كان واحد المجهود اللي هو غير عادي وما يقدرش عليه إلا الأشداء الأتقياء والأوفياء من الرجال. الكعبة هي أركان الأربعة: الركن اليماني والحجر الأسود والعراقي والشامي. سيدنا إبراهيم تيقول سيدنا إسماعيل أنا بغيت حجر مميز، حيتاش كاع الحجر كحل. قال ليه أنا بغيت حجر مختلف متميز، يكون عنده علامة على بدء الطواف والنهاية ديالو. ففي نظركم مين غيجيب هذا الحجر من غير ديال الجبل اللي كان كله كحل؟ مشى سيدنا إسماعيل تيقلب ما لقاش، رجع لعند سيدنا إبراهيم وقال ليه راني ما لقيتش، حتى كيلقاه لأنه جايب واحد الحجر اللون ديالو أبيض من اللبن والضوء ديالو أشد من الشمس، يعني كان غير عادي والضوء ديالو كان واعر ومجهد على الضوء ديال الشمس. فقال سيدنا إسماعيل لأبيه أش هذا الحجر؟ قال ليه من الجنة. قال ليه من أتى به إليك؟ قال ليه جبريل. الله الله، داكشي باش قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما على ظهر شيء من الجنة إلا الحجر. سيدنا إبراهيم جاب الحجر وحطه في بلاصته اللي كان هو علامة على بداية الطواف. سيدنا رسول الله قال لنا على هذا الحجر إذا بقى بحال هكا ما مسته ذو عاهة إلا شفاه الله. هذه بركة وكرامة من عند مولانا، لأنه هو الحاجة الوحيدة اللي بقت على وجه الأرض من الجنة. فحطوا سيدنا إبراهيم في بلاصته، داز الزمان وهو باقي بيض، ولكن الناس عصاهم مولانا في الكعبة وجابوا الأصنام وكيعبدوها من دون الله. انت وسط بيت مولانا وكتعبد غيره، لدرجة أنه وصل والعياذ بالله الزنا في وسط هذاك المكان المقدس، ففجأة غادي تطفى النور ديال هذاك الحجر. سبحانك يا جليل، هذا الحجر تأثر بالذنوب وكحال بالخطايا، فما بالك قلوب الناس. سيدنا رسول الله تيقول الحجر الأسود نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن وأشد ضوءا من الشمس، فسودته خطايا بني آدم. علاش ما رجعش نظركم للبياض ديالو من بعد الإيمان والطاعات؟ العلماء قالوا بلي أنه الدنيا مبنية على السنن الكونية، يعني هاد السنن الكونية معناها أي واحد عنده شي هدف خاصو يتابع ليه باش ينجح فيه، أما الدعاء فهو الدور ديالو كيزيد لك في التوفيق. هادو هما السنن الكونية. باش نبسطو أكثر، الدنيا مبنية على الأخذ بالأسباب، فمسنن الله الكونية في الدنيا ديالنا أنه الأسود هو السيد، بمعنى هو كيصبغ ولكن ما كيتصبغش عليه. أي حاجة ولات كحلة ما يمكنش لك ترجعها لونها الأصلي. والحاجة الثانية اللي قالوها العلماء وزوينة، أنه هذا الحجر الأسود بقى كحل وما بيضاتوش الطاعات حتى باش يكون عبرة للناس أجمعين، كأنه تذكرنا باللي أنه الذنوب طفات لي الأنوار ديالي وأنا حجر من الجنة، فلهذا حتى أنت غادي تأثر فيك الذنوب، ففيق في شنو كدير. فكي اللي تيقول لي أنه الحجر الأسعد، ولكن غير صحيح، لأنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداه بالحجر الأسود لا غير. المهم، هذا الحجر كان كل ما تهدمت الكعبة كانوا كيحيدوا من بلاصته وكيعاودوا البناء ديالها ويرجعوا، حتى وقعت واحد الحاجة اللي كانت غير عادية وكارثية. تخيلوا غادي تحيد من بلاصته وغادي تسرق لمدة 22 سنة. أيه، سرقوه القرامطة سنة 317 هجرية فترة الضعف من الدولة العباسية. قبل هاد السنة غادي يبان شي واحد في الكوفة اللي سميتو قرمط، اللي كان فاجر ودعا للإلحاد وتقتل بيد المكتفي بالله الخليفة العباسي سنة 239 هجرية، ولكن كان عمل ديال جماعة إرهابية متطرفة ومتشددة. غادي يتاخدوا لهم واحد البلاصة في البحرين، ولا الأمير ديالهم أبو طاهر القرمطي اللي كان سميته سليمان بن أبي سعيد. هذا أبو طاهر كان كارثة وكان عنيف، ودار واحد مجموعة إرهابية ديالو اللي متشددة، وجا في النهار ديال الترويع سنة 317 هجرية ودخل على غفلة على الناس بجماعة مسلحة خبيثة وحاقدة اللي غادي يهجموا على الكعبة وعلى مكة اللي قتلوا فيها بزاف، وقتلوا الحجاج في يوم الترويع، قتلوا حتى الناس في الكعبة وهم كانوا متعلقين في الأسهار ديولا. تخيلوا، من بعد حيدوا الحجر الأسود من بلاصته، غادي يوقف هذا أبو طاهر ويهز السيف ديالو. تخيلوا شنو قال، أين الطير الأبابيل؟ وخذ الحجر الأسود وهجر به للبحرين ودار له بلاصة وبدأ كيدعو الناس أنهم يحجوا ليه. هاد الشي دام لمدة 22 سنة. هاد المدة الناس كانوا تيطوفوا وكان محدد لهم بداية ونهاية نتاع الطواف في الركن ديال الحجر الأسود اللي كان خاوي من هاد الحجر. حتى 339 هجرية عاد غير رجع هاد الحجر الأسود في يوم النحر لبلاصتو. تخيلوا، علاش مولانا ما صيفتش لهاد خينا الطير الأبابيل؟ اللي عارف القصة لأنه صيفطهم مولانا على أبرهة والجيش ديالو. علاش؟ حيتاش ما كانش شي مسلم موجود على وجه الأرض اللي يدافع على الكعبة وعلى المقدسات ديال مولانا، فمولانا دافع عليها بالملائكة ديالو وبأمر منه
والقدرة ديالو، ولكن لما كانوا المسلمين خلاهم مولانا باش أنهم يدافعوا ويجاهدوا على الحرمات ديالهم، وهذا كان امتحان وخاص المسلم أنه يدخل فيه. وهذو هما السنن الكونية علاش تكلمنا. الأرض إذا ما حرتيهاش وما غرستيش فيها وسقيتها ما يمكنش تعطيك من الخير ديالها. رسول الله صلى الله عليه وسلم تيقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. المهم الحجر الأسود غادي يرجع بأمر من الخليفة العباسي وأمر من قادة الدولة الفاطمية بمصر، فرجعوا لبلاصتو من بعد ما غاب عليها 22 سنة. والدولة السعودية داروا ليه إطار من الفضة اللي كان قوي باش تحافظ عليه من كثر المسح ديال الناس فيه وتقبيله والسجود عليه. واللي غادي يقول لك لا ما يمكنش البوسان عليه أو للمسح أو للسجود، داكشي بدعة ولا شركة ولا حرام أو الله أعلم، فسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام دار هادشي وحنا كنمتثلوا به. الحديث عند الإمام مسلم في صحيحيه يقول بأنه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل الحجر وسجد عليه ومسحه. وهذه هي كانت حلقتنا اليوم اللي كنتمنى انكم استفدتمنا. وبلا ما تنسوا انكم تقولوا لي لتحت واش كنتوا عارفين هذه المعلومات ولا لا، وتجاوبوني على سؤال الحلقه. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.